إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان، نرجو أن تسعدوا معنا بهذه الأمسيات الدينية والتي أعدها ويقدمها لحضراتكم الزميل خالد الزنفلي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. الحمد لله مستوجب الحمد برزق المبسوط وكاشف الضر بعد الخنوق، الذي خلق الخلق ووسع الرزق وأفاض على العالمين بأصناف الأموال وابتلاهم فيها بتقلب الأحوال وجعلهم فيها بين العسر واليسر والغنى والفقر والحرص والقناعة والعجز والاستطاعة والبخل والجود، كل ذلك ليبلوهم أيهم أحسن عملا. وأحمد الله تبارك وتعالى الذي تتحير دون إدراك كن جلاله القلوب والصواطر وتندهش من إشراق نوره الأحداق والبصائر، فهو المطلع على مكنونات الضمائر، المستغني في تدبير ملكه عن المشاور والمؤازر. وأصلي وأسلم على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، الله فوقهما سفر الرضا سدلا، وأرسل الطير باضت حيثما نزلا، والعنكبوت بباب الغار قد غزلا، قالوا إلى ها هنا لا شك قد وصلا، لكن هنا أبدا ما ها هنا دخلا، ظن الحمام وظن العنكبوت على خير البرية لم تنسج ولم تحمي. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. أيها الإخوة الأحباب، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. تحية طيبة مباركة نحييكم إخوة الإيمان من هذه الرحاب الطاهرة، من رحاب مسجد السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، حيث نلتقي وإياكم في هذه اللحظات المباركة لننقل لحضراتكم هذه الأمسية الدينية عبر موجات إذاعة القرآن الكريم. ويسعدنا أن يكون معنا من قراء الإذاعة القارئ الشيخ محمد علي الطاروطي، ومن مبتهليها المبتهل الشيخ محمود علي عوض الله، ومتحدثا فضيلة الشيخ أحمد سلام المراغي من علماء وزارة الأوقاف. إخوة الإيمان، وخير بداية لفقرات هذه الأمسية الدينية القرآن الكريم، آيات بينات يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد علي الطاروطي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي
إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ
حياتي الدنيا
وأيده
من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه أجر، ومن استنصر به نصر، وإنه يعلو ولا يعلى عليه. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا. اللهم اجعل القرآن حجة لنا ولا تجعله حجة علينا. اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة، وبكل كلمة كرامة، وبكل آية سعادة، وبكل سورة سلامة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وهكذا إخوة الإيمان استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة، تلاها علينا القارئ الشيخ محمد علي الطاروطي، والتي كانت خير بداية لفقرات هذه الأسئلة الدينية التي ننقلها لحضراتكم من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها. إخوة الإيمان، لم تكن الهجرة أمرا سهلا ميسورا، ولم تكن مجرد انتقال من مكان إلى مكان آخر، ولم تكن هروبا أو فرارا، بل كانت استعدادا لأمر عظيم. ولذلك عظم الله من أجر المهاجرين. إخوة الإيمان، ونتابع معا فقرات هذه الأسئلة الدينية، ونستمع إلى هذه الكلمة من الشيخ أحمد سلام المرابي من علماء وزارة الأوقاف. إن الحمد لله، أحمده سبحانه حمدا يليق بجلاله وعظيم سلطانه، سبحانه أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، سبحانه ولا تقال إلا له، لا نحصي ثناء عليه، هو كما أثنى على نفسه جل وجهه وعز جاهه، يفعل ما يشاء بحكمته، ويحكم ما يشاء بقدرته، لا يحجه الواصفون ولا تحتويه الظنون، وهو الواحد القيوم، لا تدركه الأبصار ولا تحتويه الأقطار، وهو الواحد القهار. إذا نامت العيون فإن الله لا تأخذه سنة ولا نوم. ونشهد أن سيدنا وعظيمنا وأستاذنا وقدوتنا ومعلمنا وملاذنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد رسول الله. اللهم إنا نشهدك ونشهد ملائكتك وحملة عرشك وجميع خلقك بأن عبدك ومصطفاك محمدا قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة، وتركنا على المحاجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا من كان من الهالكين. فصلوات ربي وتسليماته عليك يا سيدي يا رسول الله. الهجرة النبوية بين التخطيط البشري والتأييد الإلهي، تحت هذا العنوان نطوف بعون من الله وتوفيقه. ونقول بداية كل ذي بدء أن أول درس نتعلمه من رسول الله صلى الله عليه وسلم في رحلة الهجرة المباركة هجرة التخطيط والأخذ بالأسباب. هذا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتجسد ذلك جليا حينما أمر سيدنا علي ابن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه
أن ينام في فراشه وأن يتغطى ببردته الشريفة. هذا أخذ بالأسباب. ثم يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بالأسباب البشرية ليعطي لنا درسا وعنوانا ومنهجا نسير عليه في حياتنا الدنيا، إذ أنه استعان برجل يهودي لكي يفرد له أرباب الطريق ويعينه على الطريق بعد أن أمنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا أخذ بالأسباب، إذ أن منهج الإسلام الوسطي ونهجنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم تعلمنا أن نأخذ بالأسباب وأن نتوكل على الله عز وجل حق توكله كما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتعود بطانا. وهذا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهجرة المباركة. ثم يأتي بعد أن أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بالأسباب ليأتي التأييد الإلهي من رب العباد سبحانه وتعالى، إذ أنك حينما تأخذ بالأسباب دون أن يكون معك تأييد من رب العباد فليس للأسباب أي قيمة، لكن القيمة الحقيقية في أن تؤيد من رب العباد سبحانه وتعالى. فيؤيد رسول الله صلى الله عليه وسلم بنصر من الله، إلا تنصروه فقد نصره الله، فينصره الله عز وجل ويؤيده بنصره حينما يخرج بين ظهراني أهل الكفر والعصيان والجحود دون أن يروه. وهذا تأييد من الله سبحانه وتعالى، تأييد إلهي آخر. حينما ينام النبي صلى الله عليه وسلم هو وصحبه المبارك في الغار، وإذ بسيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، الذي يحزن ويخاف على رسول الله صلى الله عليه وسلم لا على نفسه، فيقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم والمشركون يلتفون حول الغار ليقول له يا حبيب الله يا رسول الله لو نظر أحدهما تحت قدميه لرآنا، وفي رواية لأبصرنا. فيجيبه المعصوم صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ما ظنك باثنين، الله إيه؟ الله ثالثهما، يا أبا بكر لا تحزن إن الله معنا. وهذا تأييد إلهي من الله سبحانه وتعالى، يؤيد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويثبت فؤاد سيدنا أبي بكر لا تحزن يا أبا بكر إن الله معنا. وهنا نقول أن سيدنا أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه حينما قال ذلك إنما قال ذلك خوفا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنعم الصديق أبو بكر. وهذا هو الدرس الثاني الذي نتعلمه من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف ترافق صديقا وكيف تتعلم من الصديق. فالصديق كما قال العلماء الصديق من صدقك لا من صدقك. فأبو بكر صدق رسول الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل فيه، والذي جاء بالصدق وصدق به. فنعم الصديق أبو بكر الصديق، تأييد من الله سبحانه وتعالى لسيدنا أبي بكر الصديق ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. يأتي التأييد الثالث لرسول الله صلى الله عليه وسلم حينما يجتمع أهل قريش على قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجتمعون ويعطون مكافأة كبيرة جلا من المال، وإذ بسراقة ينظر إلى المال فيراه جما وغفيرا
فيسارع وراء الحبيب صلى الله عليه وسلم ليرى أقدام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويلتف من حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه هيهات هيهات. وإذا العناية أدركتك عيونها نمف المخاوف كلهن أمان. هيهات هيهات يا سراقة أن تفتك برسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا كله تأييد من الله سبحانه وتعالى لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الهجرة النبوية المباركة كانت انتقالا من دار الكفر إلى دار التوحيد لله سبحانه وتعالى. الله أسأل أن يجعل مصرنا أمنا أمانا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. ونسألك يا ربنا أن تبارك في هذا المسجد المبارك العامر، وأن تبارك في سيدتنا السيدة عائشة وآل بيت رسول الله أجمعين. وصلى اللهم وسلم وبارك على النبي الأمين وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وجزاكم الله خيرا، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وهكذا إخوة الإيمان استمعنا إلى هذه الكلمة من الشيخ أحمد سلام المراغي من علماء وزارة الأوقاف، والتي كانت ضمن فقرات هذه الأمسية الدينية التي ننقلها لحضراتكم من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها. إخوة الإيمان، سأل عربي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ فأنزل الحق تبارك وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. إخوة الإيمان، هيا بنا في هذه الليلة المباركة نرفع أكف الضراعة ونستمع إلى هذه الابتهالات والمدائح النبوية من المبتهل الشيخ محمود علي عوض الله. يا هجرة المصطفى، يا هجرة المصطفى، يا هجرة المصطفى.
ماذا نقول عن الحبيب المصطفى؟ فمحمد للعالمين إمام. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. وهكذا إخوة الإيمان استمعنا إلى هذه الابتهالات الدينية من المبتهل الشيخ محمود علي عوض الله، والتي كانت ختاما لفقرات هذه الأمسية الدينية التي نقلناها لحضراتكم من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وكان معنا من قراء الإذاعة القارئ الشيخ محمد علي الطاروطي، ومن مبتهليها المبتهل الشيخ محمود علي عوض الله، ومتحدثا الشيخ أحمد سلام المراغي من علماء وزارة الأوقاف. وكان معكم من الهندسة الإذاعية أسامة بدوي، ولكم تحياتي من أسرة المذيعين خالد عبد القادر الزنفلي. نحييكم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.